أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم طبخة ونص. النهاردة هنعمل نص بس مش نص، يعني النهاردة هنعمل سلطة بصوا تعيشوا عليها العمر كله. يعني السلطة دي ممكن تاكلوها صبح غدا عشاء بالليل، فيها كل حاجة، كل العناصر الغذائية، كل ما يحتاجه جسمك. وهنقول بقى في معانا ايه. اوكي تعال نبتدي بالايه، بالاخضر. الاخضر اللي هي الورقيات، عندي قفل من الورقيات انا. اوكي عندي جرجير، يا حلاوه الحديد والفيتامينات والاملاح. وعندنا الخس فريزيه، مجموعه الخس كلها الورقيات دي معلش يعني فيها كل ما تتمناه. برضو من ناحية أولا فيها دهون وفيها أملاح معدنية وفيها فيتامينز وفيها بروتين وفيها حاجات عجيبة. الألياف بقى اللي في الخس مفيدة جدا لعملية الهضم يعني. وطبعا اللي عامل رجيم وكلام من ده وبتاع، ولو ان انا يعني ما بحبش رجيم باين عليا طبعا. اوكي انما الخس شيء رائع جدا جدا مدهش، خصوصا الاخضر. يعني كل ما الخس كان اخضر كل ما كانت فايدته احلى. انا هعمل كده، هقطع الخس كده ايه بايدي. ده خس ايه فريزيه جميل جدا، ده اللي هو يعني مش اي الخس البلدي بتاعنا والروماني برضو رائع جدا وفي نفس الحواديت. حقيقي ما هوش شيك قوي زي ده، لكن من ناحية الفوائد ما يختلفوش. طيب هنعمل كده، فتح كده. أنا بحب أقطع الجامد زي الروستيك كده بإيدي. طبعا أنا عايز أقول لكم على حاجة مهمة جدا، قبل ما تتعاملوا مع أي حاجة بإيديكم خصوصا لو مش داخلة نار، إيديكم تبقى زي الفل مغسولة ومتطهرة وعشرة على عشرة، يا إما تلبسوا جوانتي. معلش من الآخر كده يعني، تزعلوش مني. ولو انه لا مش ولو انه هو كده. حد هيقول لي ما فيها خل وبتاع، ايوه فيها خل، والخل طبعا قاتل وكلام من ده، الميكروبات والحاجات دي كلها، لكن الاحتياط واجب. يلا يا جراجير 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 جراجير، والجرجير برضه كذلك كذلك كذلك، بس مش عايز السيقان بتاعت الجرجير، عايز الورقه بس. ده شايفين عمل ازاي؟ يا نهار ابيض، ده عمل شغلانه كبيره جدا. طيب بزياده جرجير، تعالى بقى ناخد ايه شويه كابوتشيتات. ورينا الكابوتشا بقى ايه حجم الميه اللي فيها كتير، وده بيبقى لطيف جدا لما الواحد بياكل الكابوتشا دي، بتبقى فيلينج بتملى والالياف اللي فيها، فبتبقى يعني بطيئه الهضم وبتشغل الامعاء حلو، وفي نفس الوقت كميه الميه اللي فيها تخلي الواحد ما يعطش، فدي ممتازه جدا 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 خصوصا للايه للي بيحبوا يصوموا. يعني لطيف قوي انه في السحور اكل لي شويه ايه كده. الخس بقى بتاعنا البلد يعني والرومين وكده، والخس اللي احنا عارفينه الطويل ده اللطيف ده الحبيب بتاعنا ده حبيبي ده. في ناس بتعمل ايه بقى؟ بتاكل الورق وتسيب العود بتاعه. لا على فكره العيدان بتاعت كل الحاجات دي مفيده جدا، لانها بتحتفظ بال يعني هي بتمتص السموم وبتحتفظ بالمواد بتاعتها لمده اطول والالياف بتاعتها اقوى، فالشغل ده بيبقى عالي جدا. تعالوا نعمل كده. خلاص دول قول خلاص، نشيل بقى القصه دي هكذا. وبعدين نقطع برضو الاخضرات، ما دي اخضرات برضو، بس ده بقى ايه هناخده بالسكينه كده. بصل اخضر، اوكي، وناخد البصل الاخضر ده مع الابيض بتاعه. وبتاعتكم انتوا بقى دي تحطوا كتير تحطوا قليل، يعني حسب ايه انتوا البصل. يعني في ناس ما بتحبش تاكل البصل
لكن على فكرة عشان هيبقى فيه دريسنج، ودريسنج فيه خل وفيه زيت وفيه حواديت جميلة جدا كده، فما بتبقاش ريحته منفرة كما لو اتاكل لوحده. اتنين كفاية هي قال يعني. طيب والنعناع حطه زي ما هو، مش هفرمه ولا هنفي حاجة. النعناع حط ورق النعناع زي ما هو خلاص. ادي القصة دي. تعال بقى نعمل ايه الطماطمطاطات، نشيل القصة دي وبعدين ناخدها كده. نطلع فاصل وانا ايه اضحك عليكم واقطع الحاجه في الفاصل. يلا بينا، قابلوني بعد الفاصل. اهلا بكم بعد الفاصل. تعالوا بقى ايه نعمل الدريسنج الاول. هحط خل العنب معلقتين كبار، ومعاهم خل ابيض عادي جدا اللي هو بتاع القصب معلقتين برضو كبار، وهحط تباسكو. تباسكو بقى ايه يعني، قول معلقه واحده. يلا يا عم خليها تولع. جنزبيل يا حبيبي، على الجنزبيل اللي فيه كل حاجه. فيتامينات بقى بي 1 بي 2 بي 3 بي 5 بي 6 حارق للدهون، زنك، نحاس، بوتاسيوم، فوسفور، مغنيسيوم، حديد، يعني شوفوا. وفي ألباف طبعا، وكربوهيدرات، وشويه دهون، وبروتين. تخيلوا بقى كل ده في البتاع ده، عجيب. وفي طبعا كميه ميه نسبتها طبعا ايه يعني، يهمني الطازج غير المجفف لان كميه الميه اللي فيه اعلى طبعا، مش كده ولا ايه؟ طبعا عادي يعني، ده طازه وده مجفف. وادي فلفل ابيض معلقه صغيره، وادي ملعقتين عسل. يا ولا يا ولا. طبعا العسل غني عن التعريف يعني، يعني مش كده ولا ايه؟ غني عن التعريف. طيب شويه ملح بقى حلوين كده على الدنيا دي، معلقتين صغيرين اهم. اوكي وشكرا. وايه يلا بينا، خلي لي ده هنا. ليه انا هعمل كده؟ لانه انا عايز الاول اعمل الدريسنج واحطه على هذا الوحش اللي ورايا ده. با 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 با. اوكي يلا يا عم. لما بنعمل كده بقى هنحط ده على الورقيات واسيبها لايك سنونه تهدى. شايفين الفوليوم ده كله؟ لازم يوطى معايا. ده كلام جميل. وانا بعمل القصه دي بقى هحط ايه؟ شويه من الجوز، مش كتير عشان الباقي يتحط سليم. اوكي شويه كده، وشويه من البلح اهو. التمر بقى بيمد الجسم بايه؟ انياف وسكريات وبروتين، وبينظم مستوى السكر في الدم، وغني بالمعادن والنحاس والكبريت، الكالسيوم طبعا بيحتوي على بروتينات، ده اكيد 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 يعني. بنحط بقى لوز وعين جمل، يعني بروتين، يعني املاح، يعني دهون، يعني مضادات اكسده، يعني حديد، يعني ايه يعني. يلا بينا بقى، يعني يلا بينا بقى. وايه وما تاكلوش حاجه تانية. العين الجمل واللوز والحدوته دي
بتمد بالبروتين والالياف والكلام زي ما اتكلمنا كده، فبتخلي الواحد شبعان. ثلاث تمرات مع الحواديت دي ما تخليش الواحد عايز ياكل. التمر طبعا عشان السكريات والكلام ده بيخلي المخ يقول انا شبعان، ما بيديش بقى اشاره للمعده ان انا جعان. ده كلام جميل. حلو اللولة. اوكي تعالي بقى ايه نحط الكلام ده هنا كده. الاولات الاولولوات يلا بينا وهنقلب وهنقلب الباليسة. ده كلام جميل قوي. كل ما ايه كل ما الورقيات دي تخش معاها الدريسنج، كل ما ايه تنزل ميه وتهدى كده، ما تبقاش عاليه قوي كده. اوكي وبعدين هنحط بقية حاجتنا. السلطايه دي بعد ما تتعمل لازم تقعد في التلاجة تعمل لايك تلت ساعه ربع ساعه يعني، ها، علشان تهدى اولا، وعلشان تنزل الميه بتاعت الخضروات دي والبرقيات والكلام ده، تبقى ايه تعمل لك ميه سلطه حلوه قوي 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 قوي. عماله ايه عماله تهدى اهي. وبعدين هنحط بقى طماطم، بنتكلم في املاح، بنتكلم في جلوكوز وفركتوز، بنتكلم في فيتامينز، يعني السلطايه دي حدوته. وبعدين بصوا بقى معانا ثلاث انواع من البقوليات. معانا لوبيا قصدي فاصوليا بيضاء، بروتين، الياف، املاح. يا ولد ايه السلطه دي يا عم؟ ايه ده جبتها منين دي؟ والحمراء برضو البروتين وبتاع والقصه دي كلها، البقوليات العظيمه جدا دي، ولكن الحمراء برضو مضادات الاكسده فيها اعلى. خدوها قاعده كده، الحاجات الملونه فيها مضادات اكسده محترمه. والذرة يا عم الصفرة الجميلة الحلوة دي اللي فيها شوية سكريات لطيفة وشوية ألياف حلوين جدا، وشوية بروتين حلوين برضو ودهون، وبرضو هنتكلم ان فيها أملاح معدنية. ده كلام جميل. تعالوا بقى ايه، خلاص شفتوا بقى ايه اهي بتنزل شويتين ثلاثة، كل شوية تنزل شوية. ادي الطماطم يا عم، طماطمتين كده على الحدوته دي، وفلفلايه حمراء كده اهو. يبقى احنا خدنا شويه كميه رائعه جدا من الفيتامينات والاملاح والقصه دي كلها. اوكي وبعدين برضو هنقلبها تقليبايه، وابتدي بقى اغرف وبحرص شديد علشان اقدر اخد حاجات كلها، تبقاش الدنيا ايه معانا بايظة. اوكي نراعي الالوان، نراعي القيمة الغذائية المتكاملة، مفيش داعي نحط معاها لا فراخ ولا لحمة ولا حتى اي حاجه من الحاجات دي، ولا مكرونه ولا بتاع، لان هي في نشويات معانا اهو، معانا بقوليات
معوضه البروتين البقوليات والناتس يعني اللي هي المكسرات وكده. اوكي فاحنا مش محتاجين اي حاجه تانية نهائي كده اهو على الوش. ولا اقول لك بلاش على الوش قوي يعني ما توشش قوي دلوقتي، استنى استنى ما نعمل كده. هنغرف وهنغرف ايه يعني بفن كده، نحاول يعني نحاول نغرف بفن. اوكي نعمل كده. اوبا ليسا حاضر حاضر يا جميل اهو يا ولد. والله كويس والله كويس، خدت حاجات حلوه كتيره اهي. يا ولد كده بقى نعمل كده. وكذا هكذا. يجيش واحد بقى ايه يخش على السفره قبل الناس وينقنق بقى دول، ياخد يقول لك يقول لك ايه ينقنق بقى ينقي بقى الحاجات وياكلها لوحده. لا يا عم مش عايزين الحركات دي. الزبيب وما ادراك ما الزبيب. اوكي واللوز عايزين اللوز بقى يبقى فيه شويه شغل حلوين، ممكن تحطوه مدخن. ها يديكوا ايه طعم برضو مميز كده. يلا بينا نقدم. اوبا نقدم شويه السلطه الرائعه جدا دي. اشوفكم في حلقه جديده، ابقوا معنا.